لم يكن أولمبينديا موفقا في خرجته إلى العاصمة أمام مستضيفه نادي بارادو الذي تذوق معه أثقل هزيمة في الجولة 29 بخماسية نظيفة، ليتأجل بقاء أبناء التيتر من عدمه إلى آخر جولة من البطولة. مباراة سارت في اتجاه واحد لصالح أصحاب الأرض، وبعد 15 دقيقة جاءت أولى الأهداف بإعلان الحكم غربال ضربة جزاء لبارادو افتتح بها بن عياد مهرجان الأهداف. هدف انتظر بعده الجميع ردة فعل قوية من الأولمبي، لكن نادي بارادو كان الأكثر حضورا فوق الميدان تركيزا وأداء. وفي الدقيقة 23 توزيع على الجهة اليمنى من بوزوك في رجل بن عياد الذي وقع هدفه الشخصي الثاني ولفريقه. هدف أخلط أوراق أبناء التيتر الذين غابت عنهم الفعالية، وعبد الحفيظ يفوت فرصة التسجيل فيما تواصلت النسوج الكروية من مدرسة بارادو ونهاية المرحلة الأولى بهدفين لهدف. في الشوط الثاني وضعية أولمبي لمديا بقيت على حالها رغم بعض المحاولات الهجومية، غاب عنها صاحب اللمسة الأخيرة. بالمقابل نادي بارادو غلق كل المنافذ واعتمد على الهجمات المعاكسة التي أتت ثمارها في الدقيقة 57، ومسيبح يضيف الهدف الثالث. هدف أرهق وأتعب كثيرا رفقاء بوشيبا وأحرج المدرب سليماني الذي غابت عنه الحلول، وعجز فريقه عن مسايرة الريتم السريع لنادي بارادو الذي سيطر بالطول والعرض. وهذه المرة الخطير بوزوك يقود هجمة معاكسة أخرى وينجح في تسجيل الهدف الرابع. هدف انتهى بعده الأولمبي تماما بين الدفاع والهجوم، ما أوجد فراغات منحت الأريحية لبارادو ليس لصنع اللعب فقط بل للتسجيل أمام شباك فارغة، كما كان عليه الحال مع لوسيف في الدقيقة 73 الذي اختتم مهرجان الأهداف وهز شباك الأولمبي للمرة الخامسة في هذا اللقاء. نتيجة خلقت حالة سوسبنس سيعيشها بيت الأولمبي إلى آخر أنفاس البطولة بين البقاء أو السقوط. احنا ما زالت المقابلة في بلادنا مع نصر حسين داي، إن شاء الله نربحوها ونلحقوا البقاء. هذا هو الشيء اللي بقى لنا اللي لازم نقدروا نديروا حنا. برافو جوار لي مالغري نوتر مانتيا صافي دو تروا سومان، اليوم داروا ان بون روندمون، نتيجة وأداء قدام فريق اللي كان محتاج للنقاط ويلعب على البقاء تاعو. الحمد لله اوني اون تران دو ريسبكتي لو ليتيك سبورتيف، اللي يستاهل يهبط. حنا لعبنا جوسك على دانيال مينوت، كان كو جان اليوم اللي زدنا شفناهم ويزون دوني ساتيسفاكسيون بور بريباري لاني بروشين ان شاء الله دون دو ميور كونديسيون.